أكد رئيس مجلس الوزراء الشريف إسماعيل أن إعلان حالة الطوارئ في هذا التوقيت إجراء ضروري من أجل حفظ الأمن والاستقرار ومواجهة الأعمال الإرهابية التي تعرقل المسيرة الحضرية والتنموية. وتعاد إسماعيل في كلمته أمام مجلس النواب بعدم استخدام التدابير الاستثنائية إلا بالقدر اللازم لمواجهة الإرهاب وعدم استخدامها للمساس بحريات المواطنين وحقوقهم. واعتبر أن الأعمال الإرهابية التي تشهدها البلاد من حين لآخر تعني أن الدولة ماضية على الطريق الصحيح، وشدد على أن هذه الأعمال لن تثني الدولة عن المضي قدما في تحقيق مستقبل أفضل، وأكد أن مصر لن تنسى أبطالها مهما طال الزمن.